اهلا وسهلا بحضراتكم وتغطيه جديده من موقع صدى البلد الاخباري. تغطيتنا النهارده عن الحادث الاليم اللي جرت تفاصيله في حي التجمع الخامس. زوج للاسف قام باطلاق النار بطريقه وحشيه جدا على زوجته وفين قدام ابنهم، عفوا طليقته، لان كان تم الطلاق ما بينهم وتم تمكينها من شقة الزوجية، والزوج امام الابن قتل زوجته. وطبعا مشهد مؤسف جدا وتفاصيل كتير جدا في هذه الواقعة وكلام كتير جدا دار حول هذه الواقعة، طبعا هنعرضه لحضراتكم بالتفصيل في هذه التغطية. في البداية طبعا كتر الكلام عن شخصية الزوج اللي قام بهذه الواقعة أو المتهم، لأنه هو دلوقتي طبعا أمام القانون وأمام جهات التحقيق هو متهم، وإن شاء الله يعني طبعا ياخد جزاؤه في هذه الواقعة ويكون عبرة لغيره. اتقال كلام كتير واتنسب كلام كتير لبعض المصادر ان هو شغال في جهة ما وجهة حساسة وجهة مهمة. في النهاية بعد التحقيقات وبعد يعني شغل أجهزة الأمن تبين انه رئيس لمجلس إدارة شركة خدمات بترولية خاصة، ونحط قوسين جنب خاصة، وهو في النهاية مواطن عادي قد يصيب وقد يخطئ والجميع يتساوى أمام القانون، وهو الآن في أيدي أجهزة الأمن، وطبعا يعني بيتم التحقيق معه ويعني في إجراءات هتتم معه، لأن الحادث اللي ارتكبه الحقيقة يعني حادث مأساوي. كمان كتر الكلام عن أسباب ودوافع هذا الحادث ويعني إيه السبب في قيامه، هل الزوجة كان في يعني بعض الأفعال اللي خلته يوصل لي هذه المرحلة. طبعا الحقائق اللي تبينت من خلال التحقيقات، لأن طبعا بعد هذا الحادث حصل تحرك سريع من أجهزة الأمن في وزارة الداخلية، ويعني طبعا حصلت عمليات بحث كبيرة جدا في هذه القضية. الحقيقة الموضوع بمنتهى البساطة، زي أي زوجين بيتم الانفصال ما بينهم. النهاردة الزوجة تمكنت من مسكن الزوجية، لأن طبعا هي حاضنة لطفل، وبالتالي من حقها أن هي تتمكن من مسكن الزوجية لتربية الطفل، وده أمر طبيعي وفقا لحكم قضائي. لحد هنا الأمور تمام. طبعا الراجل واضح ان هو الاتيتيود او الاسلوب بتاعه مش افضل حاجه او مش احسن حاجه في التعامل، وما قدرش ان هو يتعامل مع الموقف بعد الانفصال بطريقه مهذبه وبطريقه محترمه. طليق ان في النهايه بعد نهايه هذه العلاقه في طفل، يجب ان احنا نحترم يعني وجوده وليه حقوق بالتاكيد في سواء مسكن أو ملبس أو مشرب أو أن يكون ليه مصاريف. طبعا الزوجة أو الطليقة بقى بعد هذه المرحلة خلاص هم انفصلوا، تمكنت من مسكن الزوجية، بنوصل لمرحلة تانية يعني أوتوماتيك هي محتاجة مصاريف لي أو مصروفات للإنفاق على هذا الصغير اللي هو الطفل، اللي هو بالتبعية طبعا ملزم من والده، سواء احنا مكملين جواز سواء انفصلنا، في النهاية النفقة الصغير يتحملها والده، وده بالقانون وبالشرع وبكل شيء وبكل يعني بكل الطرق، هو في النهاية ده أمر طبيعي. لكن اللي مش طبيعي واللي حصل في هذه الواقعة، إن فور ما يعني طليقة هذا المتهم حركت قضية بالنفقات الخاصة سواء بها أو بابنه الصغير، طبعا المتهم جن جنونه وكأنها تبحث عن شيء مش من حقها أو مش من حق ابنه أنه يعني يحصل على هذه النفقات.
جري بسرعة على مسكن الزوجية اللي هو محل إقامة طليقته وابنه بشكل جنوني. طبعا كان يعني خلاص الشيطان تمكن منه في هذه اللحظات. هو مش بس قتل لكنه شروع في قتل، لأنه مجهز ومرتب واخد سلاح ناري معاه، كان معاه مسدس ورايح البيت وهو عارف هيعمل ايه. يعني مش مثلا كان في خناق او خلاف والموضوع تطور فحصلت جريمة القتل، لا هو رايح عارف هيعمل. وللأسف بمنتهى يعني عايزين نقول ايه، يعني منتهى اللامبالاة بهذا الابن ومصيره ومستقبله، هرمه من امه ومن ابوه في لحظة واحدة. دخل اتهجم عليهم في شقة، واول ما فتحت طليقته الباب ضربها من غير كلام. ده اللي حصل، وطبعا وفقا للتحقيقات من غير كلام ولا خلاف ولا تفاصيل، دخل على طول واطلق النار على طليقته. طبعا بعد ما عرف انها قضية نفقة ضده، يعني كلام غريب وتصرفات غريبة. النهاردة ايه ذنب الطفل؟ طفل النهاردة مش بس فقد امه اللي مات، هو فقد ابوه كمان، فقد ابوه وامه في لحظة واحدة. الام خلاص يعني توفاها الله، نتمنى طبعا يعني ربنا يصبر الطفل وربنا يصبر اهلها وربنا يصبر محبينها على يعني هذا الحادث الشنيع اللي تعرضت ليه على ايدي طليقها. والطفل كمان فقد ابوه، طبعا يعني هو تم القبض عليه ويعني بيتم التحقيق معاه دلوقتي، وبالتأكيد انه هيلقى الجزاء الرادع. وطبعا يعني يا هيتحبس يعني مدة طويلة، لان دي قضية قتل مع سبق الإصرار والترصد، او انه هيتم اعدامه. وفي كلا الاحوال وفي كلا الحالتين الطفل فقد ابوه وامه في نفس اللحظة. ودي رسالة على فكرة لكتير جدا من المنفصلين، سواء زوجات أو أزواج ما بينهم أطفال، لازم يكون في تفكير. ما خلاص وصلنا لمرحلة الانفصال أو خلاص الفراق ما بين الطرفين، لازم نفكر فيما بعد كيف سيتم التعامل بشكل لائق يليق ب هذه الأطفال، وإنه يعني يتم توفير حياة كريمة. الكبار خلاص يعني القصة انتهت، إحنا خلاص اتفقنا إن إحنا ننفصل أو مش قادرين نكمل مع بعض أو الأسباب كتير جدا نركنا على بعض، مش موضوعنا دلوقتي. موضوعنا إن في حاجة ما زالت بتربطنا وهتفضل تربطنا، اللي هي الأطفال اللي موجودة. يعني لو العلاقة لم ينتج عنها أطفال خلاص كل واحد راح مساره وانتهينا، إنما الأطفال بتفضل رابطة الطرفين الى يعني ما لا نهايه. وبالتالي لازم يكون في ترتيب جيد سواء من الزوج سواء من الزوجه، لازاي هتكون شكل الحياه وازاي هيكون شكل التعامل ما بينهم وما بين اطفالهم، عشان نوفر حياه يعني جيده وحياه كريمه لهذه الاطفال. ما يحصلش زي ما بنشوف كده في هذه الحادثه وغيرها ايضا من الحوادث، يعني دي مش اول حادث بهذه الطريقه. هل يعني هذا الزوج مثلا يعني متعثر ماديا؟ احنا بنتكلم عن راجل رئيس مجلس إدارة شركة خدمات بترولية خاصة، هل مش قادر ينفق على صغيره؟ يعني ايه اللي يوصل الامور اصلا ان يكون في قضية، وايه اللي يخليه القضية تنرفزه لهذا الشكل او يعني توصله لمرحلة ارتكاب جريمة؟ فقط كل حاجة، هو النهاردة هيروح فين؟ كان عقله فين وهو بيعمل ده؟ يعني دي كانت تفاصيل هذا الحادث المأساوي اللي جرى في حي التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة. طبعا استعرضناها مع حضراتكم في هذه التغطية من موقع صدى البلد. نشكركم طبعا على حسن المتابعة في نهاية هذه التغطية، وإلى اللقاء.